انت شو بتفكرني بشو هذا؟ بعدين بتروح بتجمجم قفا ظهري، يعني بتطخيان الكوميسيون يروح علي بلوشي بطلع انا يعني؟ لك شو بلوشي وكوميسيون؟ لك رفيق ياد لك ابو ليلى، انا معقول اخذ منه كوميسيون؟ رفيقك وكوميسيون، رفيقك جايب لي مشحر وقاعد تحكي معي هيك حكي، قسما بالله مو هذا ناقصها، بالله ناقصها. لك بعدين انا وكلتك فيه ورحت جبت لنا وحده فايته بالحيط، معقول لك ابو ليلى؟ زلمه ابن نعمه هاد، ابن عز ومعه مصاري ما بتاكلها النيران، وادمي كثير، بدي جوزه بنت مستوره. ايه خلص اذا بدك تجوزه بنت مستوره، والله انا بالنسبه لي احب على قلبي وبرفع لك القبعه كمان، ما بقول لك شيء. حلال عليك ابو ليلى، المهم هلا بكره العرس عندي ببيتي. ببيتك؟ العيونك شو المطلوب مني انا؟ العراضه طبعا، ما بدك منجيب عراضه من عند حدا ثاني. يا الله ما عاد وليك، جيب غيري قوم لي من هونيك، والله ما بتروح لا، جحي اولى بلحم تورو شو عم تحكي؟ عيوني انا خلاص كل القصه اعتبرها منتهيه، بكره بتلاقي كل الامور، انا وساعة اكون عندك؟ الساعة 9 بتكون عندي ببيتي، والضيافه والكراسي كلها انت بدك تظبطها. خلاص لعيونك افشان، يلا خلص لعيونك، اهلين وسهلين، مع السلامة. فادي وينه فادي؟ فادي فادي وين انت؟ وليد اسمعني هلا، بكره بتروح لعند افشادي النس وبيجيب من عنده شي 100 كرسي بتاخذهم على بيت افجانتي، في عنده عرس. عرس مين؟ افجانتي؟ بالله عرس افجانتي؟ يا شو قاعد من هنا بتعرفي؟ ما بتجي ولا ام النور، ما بتزبط كمان ام النور ما بتزبط. اخي خلص طالما انت لجوز بدك تعرف عرس حدا بخصه كثير، ماشي؟ رايح عند العراضه انا. ضل غير عواطف. خلص بقى حدو، قلي ايه امتى بدك تفرحني؟ هذا العرس حرام يكون عرسك، يعني نفسي ومن عيني شوف اولادك مبسوطين هيك بارض ديار قبل ما وحدي. الله ام النور هلا بلا هالسيره، مشان الله الله يعطيك طول العمر، والله بلاكي منضيه نحن. امين يا رب. سلم الديات ابو عراب. صحتين وهنا ابو جانتي. بدك تهز كتافك مزبوط بالعرس ها؟ بدك تبيض لي وشي ابو عراب. ليش عرس النسوان عندنا ابو جانتي؟ لك بدي ابو هاني وابو مشعل يحسوا انه نحن اهله لابو مشعل. الو؟ هلا بابو مشعل، هلا هلا بالشيخ، هلا بطويل العمر. ايه على عيني وراسي، دحين جاي لك انا، مسافه الطريق. مقرط العصا الله معك. لك تقبرني ما بتقعد معنا دقيقتين الا دغري طر لعند رفقاتك. مضطر لاني لك امي، ابو مشعل ما له حدا غيري بالبلد، مشان هيك بده يشتري شويه اغراض من الصالحيه، بده يشتري اليوم. سلبناها عليكم، خاطرك سمسمي. الله معك اخي، مع السلامه. لك يقبرني بطل الجمهوريه بالسمسم. لك مسك دق له للزلمه شوف شو صار معه. لك شو دق له؟ ما معي وحدات، دق له من عندك. لك خطي مضروب مفصول. وانا ما معي غير 10 وحدات، بدي اعلم فيهم هدول، بدك تروح لي اياها. ايه والحل؟ ما شو الحل؟ انا خايف هذا ابو جانتي ما يجي ها وما يخدمنا. لك شو عم تحكي انت؟ بعدين شو بدك بابو جانتي؟ خلص عندي الموضوع، انا وانت حنطلع على السعوديه، يعني حنطلع. تخيل يا ابو سعود، السعوديه. انا بدي ادهم برج الدمام، تخيل. ألف بألف بألف بألف، مساحة كبيرة لك، ألف لفوق وألف لتحت، ودهان وقباض ريالات يا عين. يا رب يا رب، وعلى قبض ريالات وصرف ريالات هني، برجع بطرقش بازي من أم السوس ويا محلاها. ولبس هيها يا خلي، ماخذين هالسبيرة. لك ايه انا طويتها صفطتها. لك ايه ان شاء الله، وذا كيسها. ايه ذا كيسها، لا ذا كان شو. بالعافية بالعافية، الله يعافيك. سلم دياتك ام مشعل، الله يخليك تعيش وتجيب. ساعدك بالعال؟ لا لا ولا يهمك، شكرا شكرا الله يحميك. اكشخ اكشخ اكشخ، الله يديم عزك. سرينا تفضل. شكرا، اهلا وسهلا. يلا بالعافية، تلبس خشمك. الله يعافيك خشمك خشمك. يلا بما الله، سلمنا عليكم. اخ يا ابو سعود، اخ سعودية سعودية هي مو لعبة. يا عيني عليك، بكرة اخي 5 سنين هني. بس ما بدي اكثر من 5 سنين. 5 مناح. جيب معي هالعملة لهون وبشتري. ليش لا اشتري؟ بستأجر نفس الغرفة اللي انا قاعد فيها 5 سنين. ايه شو تعمل؟ 5 سنين بشتري دخان وشاي، دخن وشرب شاي وتأمل صبابة. يا عيني عليك،
يا عين عليك يا ابو سعود. وانا كمان بكفيني خمس سنين هنيك. حلو هاد. لكن بعد ما العب لي خمس سنين هنيك واحترف، هلا قلت لك اذا رجعت لهون بعد خمس سنين وانا محترف بيلعبوني هون؟ لك شو بيلعبوك؟ هذا اذا ما رحت من هنيك دغري على نوفر بول. مو نوفر بول، نوفر بول، ليفربول، ليفربول. هذا دغري ايه. هنيك دغري بهزوك الفريق. يا ويلي انا. خلاص ساعتها بتكون اكتملت، بتزوجها لام السوس وبجيب لي هيك ثلاث اربع اولاد كلهم بدي لعبون طابت فوتبول. يا رب تكمل. بس لك وينو ابو جانتي؟ لك لسه بتقول لي ابو جانتي؟ يا زلمه انت شو عقلك؟ خلاص انسالي ابو جانتي، خلينا بالسعوديه هلا. شي برج الدمام. في هاي مساحة البرج برج الدمام سألنا أربع أضلاع، وإذا كل ضلع 100 متر أقل شيء يعني بيكون هاي 400 ضرب ارتفاع بالبرج، يعني قول 1000 متر هاي 1400 ضرب 1400 ألف. الله أكبر. إذا المتر بالريال واحد في عنا 400 ألف ريال. بس شو ريال المتر؟ قول 100 يلي بيطلع اسمه بشنهي اب فراس الزحش. حاضر. اب خالد دربكي. حاضر. اب خليل شنبو. حاضر. ابو عبدو المبوجة. حاضر. اب فياض الصاغ. صاغ ومن خلط. خلاص. ابو محمد الضبع. حاضر. اب نادر ملطشي. حاضر. اسمعوني يا شباب، العرس اليوم سعودي والعريس سعودي، وغير انه الشغله فيها أماك وفرع عمله، نحن بيهمنا انه اسمنا يوصل على السعوديه، بركي بيطلع لنا عمره بلوشي. يفهمنا ابو ليلى، بس ما تدربنا على شيء. لك يا طا عمرك لك مبوجا، انت اسم على مسمى، ليش انت كنت تتدرب على شيء؟ انا بدي اوصف وانت بدك تد وراي، شو كيمياء يعني؟ شو فياض جاي السيف والترس اليوم؟ على كيفك ابو ليلى، والله لا تشوف احلى عرس بالشام اليوم، وتسمع عراضه ما صار مثلها، لا بالميدان ولا بالشاغور. ولا بالعمارة ولا باب مصلى لك ولا باب الحارة. هي 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 ولالي لالي لالي أبو مشعل شيخ الرجالي. لالي 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 أبو مشعل شيخ الرجالي. مرة تانية. لالي 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 أبو مشعل شيخ الرجالي. لالي لالي صوت أبو مشعل شيخ الرجالي. اجتاحوا أنا بتضيق بس لاور لي بالريالي. شباب خلينا نعيد تفقد اللي بيطلع اسمه بشنهي اب فراس الزحش. لك شو هالعلاقه لك رفرفت اليوم؟ كان واع عليك الخزانه؟ لا يا عم جانتي انا بعجبك. إيه؟ نحن لما بنلبس بنلبس عمي. اي لك مو مثل بعض جماعات
شايلي على العرس بجامعة رياضة. لا يا ابو جانتي لا تستلمنا يا عم، يعطي علي علي الحلال شايلك انت العرس يا ابو. ليش لبست هلا تبهدلنا؟ لا لانه ابو مشعل غالي علينا وعرسه ايوه. عرس نحكي لك كلمه. اي والله ابو مشعل غالي علينا وعرسه عرسنا وفرحه وفرحنا، ولك اذا بيمرض بنمرض واذا بيحزن بنحزن. شو هالوتر هلا اللي عم تنغم عليه انت بابو مشعل؟ شو في؟ لا يا ابو جانتي لا تفهمني غلط، انت الاساس وانت نحن ما بنمشي شيء من دون شورك. ايوه ابو مشعل حبيبك وانت حبيبنا ونحن حبيب حبيبنا وحبيبنا. لا في فيلم وهلا بدي اعرفه. احكي له سعيد، احكي له شو اهميه ابو مشعل بحياتنا. بصراحه ابو جانتي يعني ابو مشعل بعملت هيك قدراني يخليني اطلع اتعاقد مع نادي الهلال. يخرب بيتك يا سعيد على الفكره الجهنميه، لك شو خطرت لها؟ والله يعني خليني بقى هيك اشوف مستقبلي. وانت شو ورطه حياتك كمان اللي بانقذك منها بمشعان؟ انا شغلتي بسيطه، عقد عمل صغير، واذا بسلمني برج الدمام بس هيك اعمل له وش نظافه يعني بكون ممنون. وبالنسبه للفيزا والاقامه انا بساويهم لي علاقاتي. ايوه قلت لي علاقاتك ولا يمكن خلص لعيونكم انا بحكي معه بس بعد العرس. خلونا هلا نروح نزين السياره. لا شو بدك تزينها؟ نحن ما بنزينك، نحن بنزينها. ليش تعرفوا؟ لا والله ايه خلصوا لك قلنا شو تساوي بنساوي. خلص لا تساوي شيء، انا بزين السياره. لا نحن بنزينها خلص، شو بدك انت بس امرنا. اخي انت بتنفخ البوالين بتعرف، متعود تنفخ طابه ماشي. وانت بتلزق متعود تلزق لنا على انا بلزق خالصه. تضحك ولا شو؟ عبسوا خرسوا. رقبتكم بايدي هلا. اي والله اي والله بايدك. المهم مشينا امورنا عند ابو مشعل. بعدين تعال هلا شيلونا هلا، خلينا هيك نفرح شوي، غني لنا شي غنية بجانتي. هلا بنغني بالعرس. لا غني لك هلا سمعنا شي على الرياضة مش ينبسط سعيد. بما انه خسران الارجنتين. المانيا المانيا على عيني يا المانيا، يا بنيا بالله سقيني خسرنا ارجنتانيا. يا ويل ويلي أربعة خسرنا فيهم أربعة، والله ضبعناهم ضبعة وكسرنا المرماية. ألمانيا ألمانيا على عيني يا ألمانيا. لك العمي أبو جانتي ما بيشجع غير الفريق اللي بيربح. أحلى أبو جانتي أحلى أبو جانتي. يلا معلم بلش نزل. هل توفقنا؟ طيب حقلك على غنية تانية، شو رأيك بغنية شمس الغنية؟ خليني شوفك. لا هاي قديمة. قديمة اسمعيهم. قولي. ولا واحد ولا مية ولا 1300. دخيلك شو جديدة؟ هاي حبيبتي جوا بترقص هاي شو؟ نفسي غناها حكي. لا تضربي منك إلى خلصونا بقى، قوموا جهزوا حالكم هلا بيجوا المعازيم بيكفتوا علينا كفاية. يلا عمتي يلا آمين آمين عقبال عند أبو جانتي يا رب وننعجق هالعجقة. لك لا تذكريني ما عم يفش اللي قلبي. لك خلص عمتي خلص، ان شاء الله انا والجولار رح نفش لك قلبك، بس نروح على السعوديه رح نبعث له فيزا لابو جانتي وبركي بنجوزه بنت الكفيل تبعنا. بنت كفيل حبيبتي غير بنت امير ما بنجوزه نحن. يو حبيبي قرب بص وبص بص زعل ازعل ازعل قصي نص نص نص. احفظي يا منيح احفظي يا روحي يلا بسمعك يا احفظي يا يو يو. شو بتعرفي تغني؟ تخيلك انت صوتك بجد. خلص خلص. شرف عريس شرف. شلون شايف لي الطقم هيك؟ ان شاء الله حلو. اوه ما يحتاج ما يحتاج. لا بقلي انت ابو جانتي تستاهل تستاهل كل خير. يسلم دياتك يا ابو مشعل. ايه حبيب شلون لاقي الهمه اليوم للعرس؟ لا حصان ذب ابيض وجهك شر. حلال عليك. اي والله بس شف انا بيك تروح الحين وتجيني بعد ساعتين خلني اتضبط وتزين وتدهن واضبط شعري وحلق. لك وين بدك تحلق؟ تعال اخذك عند حلاقي ايهام كاريزما ما في منه بجنن. لا يا رجال وين توديني؟ ما ابغى اطلع من الفندق. هالحلاق شبابك شبها في الفندق. خلني اروح واضبط نفسي وارجع لي بعد ساعتين. يلا بس الساعه 9:30 بدنا نكون بالعرس. نعيمان
لك ان شاء الله ما تبلع يا معلمي، عبان عندك يا شيخ الكار يا ملك اللانسر، اعطيني ايدك على راسي عشان الله الله يسامحك ولو انت خلي لي اياك يا رب. الله يسلمك، اهلا وسهلا، شرفتوا يا ميك. اهلا وسهلا شباب، شرف عند اولادك، شرفوا لهنيك، اهلا وسهلا. عيد العالم جنط، عيد العالم، عود عود عمي عود. ييد اهلين وسهلين بالشباب، يا حلت علينا البركات بجاه النبي. ييد اهلين وسهلين، اليوم سهلين شرف حبيب قلبي. اهلين بالزلمه يا ميت، اهلا وسهلا والله. اهلين اهلا وسهلا جون مور معلمي، قاعد العالم دغري هيك عامل لك حركه شباب. يلا يلا حط ليك، شرفوا شرفوا يا ميت، اهلين وسهلين، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مبروك شرف شرف، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا جاي ما بطول انا، اهلين وسهلين، الله معكم معلمي. قالوا لك ابو جانتي والله الزينه مو قايله شيء، خلص بقى سعيد بطلعي طلعت الزينه، يقطع عمرك انت وياه. لا ابو جانتي خير انت عمل شرت لها اربع اكياس موالين هدول، سالوا قديش تعزمنا حتى نفخناهم. اهلين اهلين وسهلين. اي والله نزلنا قر قد ما نفخنا فيهم، شبه خرجك بتستاهل، الحق مو عليكم، الحق اللي وصاكم زينوا السياره، لك هي زينه هي، لك بهدلتوا لي اللانسه. لك طول بالك طول بالك، انت اليوم معصي. ماني معصي، بات سيجاره. هي سيجاره. سيجاره على السريع. مو مروقنا ابو جانتي، هات يا زلمه شباك، لازم نكون كلنا مبسوطين اليوم. صحيح لك ليك 100 لون، 100 لون ليك، كل البوالين 100 لون. روق والله انهز بدني انا. روق روق. لا 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 جانتي والله تعبنا اليوم، لك والله حرام عليك. لك بسطوا بسطوا هيك، شرفوا اطلعوا يلا. لك ليش هيك مسوي؟ لا ما لازم نحطه العرس، خلينا نحطه العرس. يلا بدنا نجيب العريس. يلا زينة نحن فرقة أبو ليلى، شيلة زينة نحن فرقة أبو ليلى، شيلة زينة نحن فرقة أبو ليلى. وقف وقف، تعالوا ولا تعالوا ولا شو عم تساوي هون؟ واو ان شاء الله توقف مي بزراعيمك، تعال وراي شوف اول، روح انت تير شيلة ليلى نحن فريت ابو ليلى، ليلى نحن فريت ابو ليلى، ليلى نحن فريت ابو ليلى.
شبان ابو ليلى لك هلأ لحالي بيجي بلاقي العراضه واصله لقاسيون. والله ما وصل لقاسيون. لك شو شايفنا كان عم نساوي لك عفجانتي واقفين وجاهزين؟ شايف الفرقه من السطحه؟ ها شو هو دلع هاي العروس رح تطلع. ايه ولكن لك فكره احنا جاهزين. ايه وليد ليك وين راح الحيوان؟ وين رايح؟ انا بروح اعمل دوره هيك ليك طلعي. لك يلا حركها جاهزين. الحلوة طلعت من بيتها. الحلوة طلعت من بيتها. لك الله يعمر لا بيتها. Thank you.
حطيني عند الطبيب. ما عاد بديش حليطة، ما عاد بديش حليطة، ما بدي اشرب الحليب، بدي اشرب الحليب. ورجاني الدكتور سني، ورجاني الدكتور سني، ورجاني الدكتور سني، ورجاني الدكتور سني، ورجاني ست السوسة، ورجاني ست السوسة، ورجاني ست السوسة، ورجاني ست السوسة. قاعدة جوا مبسوطة، قاعدة جوا مبسوطة، اشكركم لانكم اجيتوا، وبدي اقول لكم اني انا كثير مبسوط بوجودكم وبوجود عريسنا عبد مشعل وزفر عريس. ومية لعقالك مية، مية لعقالك مية، مية لعقالك مية، مية لعقالك مية، مية يا اسمر مية، مية يا اسمر مية، شيل يا جمال شيل، شيل يا جمال شيل، شيل يا جمال شيل، مبروك. الله يبارك فيك. طاب ليلك يا عريس، طاب ليلك يا عريس، لسه الفرحة تفك. هلا هلا هلا. طيب طيب، يعني ابغى اعرف بس شيء واحد، ليش وش تاكلين يعني؟ وش تاكلين؟ طلعتي بيضه وخدود كبار يعني. طاب ليلك يا عريس، طاب ليلك يا عريس، هلا 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 هلا، طق 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 طق. معك الله.
الحفله كانت لك انت اللي فضلتي لك يا ام منون بوجودك، ما شفت لي اياها انت عم تروس مثل بنت ال 14. لك والله واحلى، بس انت اخرب بيتك موتني بالضحك. مو معقول شو مغضوب لك، صوتك ووصفك انت مو معقول شو حلو. لهون سمعانك. اي والله يا ابو ليلى، اي والله انت اللي بيضتك. لك شو مستقلب حالك انت؟ يا الله شو مستقلب حالك؟ والله ما لساتي باي حركه. بدي اشيل الكراسي. طب ليش ما بنشيل؟ خلي بالك انت ام العريس واجبك كبير، انا جايب معي القديس صانعي من المحل، هو بيجي بيشتغل. وين شو اسمه؟ ولي برا. ولي وليد يا وليد بده وليد يجي. خلص مرصاصي اشنياق بيانا يا طفرت حرك. ايش هالكراسي عن ميمي اوام اوام ايش هو كل ياك؟ الله يسلمك يا ابو ليلى. والله ما في منك. والله اتفرجت انت ما خليت انت معك. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب لي بصلي اوام. حجيب بصلي. طالما ما تقول عداتي بحركي انا ما بعرف شو اسوي معه. جاوبنا ورا وليد. وليد يخرس بيتك. هل هلتي هل هلنالك؟ وين هلتي هل هلنالك؟ وين معجنتي معجنالك؟ صفينا الاسطول كبالي وين رفرفتي رفرفنا عليك. يا عيني يا عيني. عساكم ما نسيتوني، عساكم عسى ما مر هوا عقبي وخذاكم. ناطر هواكم. قوم 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 يا نادر. علاش نادر ولا قوم؟ لك نايم وتارك الشغل. طمني شو صار معك؟ بشو؟ لك شو بشو بالشيخ؟ يا زيدي طلع احلى احلى شيخ. شرفك. لك انا اتجوز وسافر على اللاذقيه، ومن هنيك بده يطير على تركيا. ايه مباشرة لك مشان يكمل شهر العسل هنيك. والشغل تبعنا والفيزا وعقد السفر. لك شو بدك بالشغل والسفر؟ بلالك ياها. بصراحة أنا الشباب أقنعوني إنه الأزمة الاقتصادية العالمية رح تأثر على برج الدمام. ها إيه لك بجوز ما يدهنوا، يعني إذا رحنا وما دهنوا شو استفدنا؟ بعدين بيني وبينك حمار اللي بيترك بلده. لا حمار اللي صدقك. وانا حمار؟ انا شو حمار؟ لعمل شو صار له؟ هستر فرد هستراية وحدة. قولي شو جنة العالم. ايه استفلو كل ما الواحد يروق بين زعوله مرابه. والله انا بالنسبه لي كنت بدي اخذك بس ما في. اب ليلى. ايه اب ليلى من ايه. هلا لحتى اشعار اخر وليد بدالك بالمحل. تقبريني بوس ايدك. فاتن انا ما بدي لك. شو مالك؟ شو عم تجي يا احمد اخر اختي؟ قالوا شو بدي اوه ايش وهي؟ الحمد لله يا امي. هي ربنا عوضنا عن العطلة اللي عطلنا اياها مخلص. يا تقبرني الله يعوض عليك يا رب ولا يضيع لك تعب الهي. شرفوا هاي حصتكم. تشبرقوا. تقبر قلبي الله يرزقك بحسنتنا. يسلم ورديات اخي. يلا انا بدي نام. تصبحوا على خير. لا الخير. على قطاطك. ميلي ما
ميالك ابو جنتي خيالك اهلين بهالعين اهلين فيك والله كاني شايفك انا من بيت مين بلا زغره من بيت مصري والله انا وات ولا شاغور لا مش شاغور شاغوري يعني شاغوري شاغور شرار نار شنقل شروالي من صاح راحي من حرك برك فريد بعيد وخذ زاويه قائمه لا تقول لي اني اخذتها غدر اصحاب اصحاب الله يحيي بيت مصري لاجلك عمي الله يحييك ابو عطل الو اهلين امجانتي امجانتي مش امجانتي يا حبيبي امجانتي بقول امجانتي امجانتي يا حبيبي يا حبيبي انا ابو جانتي وعلى فكره انا اسمي ابو عطا مش ابو جانتي اسمي ابو عطا اسمي يا خادم ايه علينا اخي ابو عطا سمد الله على الحلامه فاش من عاشه ولا كلمه بدي اسمع ايش هيك؟ الله لا يسلم فيك ولا عظمي يا سيدي، والله لا يوفقك ولا يعطيك عافية، ولا يا اخي راحتك وعلى اساس انا مش راجع، اخلص يا ولي، وانت اخلص، الله لا يسلم فيك ولا عظمي، يا اخي راحتك وفكرني مش راجع يا كلب. لا 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 يا اخي ابو عطا لا تغلط، شو هالحكي هذا راح اخذ راحتي ما اخذ راحتي. غشم حالك تقول لك، غشم حالك يا ولد، غشم حالك، على كل حال ليك، اسمع، تعال خدها. تعال خدها لست الحسن والجمال تعال خدها هي وابنك جانتي قال مدريش يلا تعال خدها شو جنة ماشي قال طول عمري ما احلى بيقول عندي ولد طول عمري ما احلى بيقول عندي ولد وبروح ومسافر وبشقى عشانك وعشان الولد لك يا بابا انا عانيت جمعت كرمالك مستحيل لك انت ربيتني عند عيادتك بتروح كيف بتشك فيني والله ويا الله تصيحني وكي انا زينه انا زينه ما بتعرفني والله تصيحت انا اطلعي وريه سعاد عم تدور على عروس لابو جانتي اهلين وسهلين بسعاد خانم اهلين بالمهلي ايه عمتي لكمل لك ليك البنت شاطره بشغل البيت كثير كثير بس يعني بصراحه قويه وكهينه لا ايوه شو كهينه ما بدها كهينه ومهينه بس حلوه ومجذبه ما في غيرها في غيرها في بنت خاله طويله حلوه مهضومه بس سمينه شوي لا 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 لا, لا, لا. يا عمتي على كل حال يلي بيدور بيلاقي والبنات مثل ما بيقولوا على قفا من يشيل ايه مو لحتى يوافق هو بالاول بده يوافق غصب عن راسه والله مالي مصدق انت شوف اولاده هيك مبحوتين بارض الضياع ان شاء الله ان شاء الله يا عمتي بتشوفي اولاده واولادي كمان يلا واولاد سمسمه ان شاء الله يا رب تقبريني يا فاطمه تقبريني خليني اروح على المحل والله انا خلاص وليد بيفتح المحل وانت خليك بالبيت خليك بالبيت مو هذا بيقدمه زاهي اخوه له هيفا طيب وليد لحاله ما بينترك والله ما بيعرف يلط ابو ليلى ايه قلت لك خليك بالبيت الله يوفقك الله يخليك هاتي ايدك لابو سام ان شاء الله ما بعرف بيشرحني وليد والله بيشرحني فاتي الله يخليك يا ابو ليلى تقبريني والله ما بعرف شو هي هيك يا زينب هيك عشان ما عيش وحدات احكي معك بتساوي فيه هيك انا في الغربة بشقى وبتعب وبدوق الامرين عشان ارجع وعايشك عيشة ملوك برجع بلاقيكي دايرة على حل شعرك يا زينب لك الله لا يسامح الله لا يسامحك يا معطى ولك 7 شهور تاركني مثل الكلب بحياتك ما خطر ببالك تسأل عني بعمل جريمة أنا ونصيحه صيحه وريحني من العيش اخلصي ولا كلمة ولي وقع
يعطيك العصفي. اهلين، يعطيك العافية. مين حضرتك؟ محسوبك ابو جانتي.